كمان محبي الفنانة ماجدة الرومي نشروا على التيك توك فيديو ترويجي لحفلها المقرر إقامته إن شاء الله الجمعة. الفيديو ده كان عبارة عن تجميعة حلوة قوي من حفلات النجمة ماجدة الرومي، والجمهور أو محبي الفنانة ماجدة الرومي تفاعلوا مع الفيديو بشكل إيجابي جدا ونشروه، ومنهم كتير قوي سأل هل الحفلة هتتذاع ولا لأ، ومنهم اللي سأل عن التذاكر لو لسه متاحة ولا خلصت. طيب بما إن السؤال ده يمكن اتكرر أكتر من مرة، خليني أنا أجاوبكم عن السؤال ده سواء لحفلة الفنان كاظم الساهر أو الفنانة ماجدة الرومي. وخليني أقول لكم إن بالنسبة لإذاعات الحفلات فإن شاء الله الشركة المتحدة هتعلن أول بأول عن موعد القنوات اللي هتقوم ببث الحفلات دي. أما فيما بقى يتعلق بطرق الحجز في الموضوع بسيط جدا، كل المطلوب من حضرتك أو حضرتك إنكم دلوقتي تدخلوا على موقع تذكرتي وتسجلوا بياناتكم الشخصية زي الاسم، التليفون، الإيميل، وهتختاروا الفعالية اللي أنتم حابين تحضروها. في كل الفعاليات تقريبا موجودة على موقع تذكرتي، فهتقدروا تحددوا عدد التذاكر والفئة ومنها تحجزوا الفعالية اللي انتوا حابين تحضروها. فالموضوع بسيط قوي لكل الناس اللي كانت بتسأل ازاي نحجز لحفلات سواء أستاذ كاظم الساهر، الفنان كاظم الساهر أو الفنانة ماجدة الرومي. يزرعني يحدى العين.